مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حوار اليوم. بعد مرور قرابه 8 سنوات على الحرب في اليمن ونزوح ملايين اليمنيين ومقتل الالاف وتشريد مثلهم، لاحت في الافق خلال الاشهر الماضيه بوادر حلحله نحو تفكيك هذه الازمه الطاحنه والعمل على انهاء الحرب. جاء ذلك مع إعلان الأمم المتحدة هدنة للحرب في اليمن مطلع أبريل الماضي. بدأت الخطوات تمضي نحو تحقيق تقدم في السلام باليمن مع تشكيل مجلس رئاسي يمني بديل للرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، والحديث عن اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين. ولعل آخر تلك الخطوات إعلان التحالف العربي من جانب واحد الإفراج عن 163 مقاتلا من صفوف الحوثيين، وهي خطوة رآها البعض محاولة من التحالف لإبداء حسن نيته في إنهاء الحرب بانتظار خطوات مماثلة من الحوثيين. هذا وشكلت مشاورات الرياض الخطوة الأولى من خارطة طريق طموحة للانتقال باليمن إلى مرحلة السلام والوفاق. ويقع الدور الأكبر حاليا على مجلس القيادة الرئاسي والكيانات الجديدة التابعة له ومجلسي النواب والشورى لرسم الخطوات التالية حول مستجدات الملف اليمني وخطوة التحالف بالإفراج عن دفعة من مقاتلي الحوثي كبادات أمل لحل الأزمة اليمنية. تدور حلقة اليوم من حوار اليوم مع سعادة السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي سفير مصر لدى اليمن سابقا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. مشاهدينا نتوقف مع هذا التقرير. في إطار الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، رحبت الأمم المتحدة بإطلاق التحالف العربي بقيادة السعودية لصراح 163 أسيرا حوثيا ضمن مبادرة إنسانية في إطار الهدنة واتفاق الأسرى. تأتي هذه الخطوة كذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة. وأكدت الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي والحكومة الشرعية اتفقا الشهر الماضي على عملية تبادل أسرى من خلال مكتب الأمم المتحدة. وأكد المبعوث الأممي لليمن هانس جرودنبرغ أن هذه الخطوة ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتها التي تعهدت بها في اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المعتقلين بالنزاع، ويعد ترحيب الأمم المتحدة بمبادرة التحالف العربي صفعة جديدة لميليشيات الحوثي التي تنكرت للأسرى ورفضت استقبالهم في صنعاء واعتبرتهم غير معروفين لديها. شكرا، برحب مرة جديدة بضيفنا داخل الاستوديو السفير دكتور يوسف احمد الشرقاوي سفير مصر لدى اليمن سابقا. اهلا بك يا دكتور مرة اخرى. يعني سيد سفير، اهمية توقيت اعلان التحالف العربي عزم الافراج عن 163 اسير حوثي من طرف واحد ويحرك في الخطوة دي، يعني بتبقى مهمة لدعم الهدنة اللي بدأت مطلع ابريل الماضي، ام ان هناك اهداف اخرى؟ يعني الحقيقة اود ان اشير في البداية في رأيي الشخصي أنه أولا تشكيل المجلس القيادي الرئاسي في هذه المرحلة والذي تم الإعلان عنه من جانب السيد الرئيس السابق حاليا عبد الرب منصور هادي في 7 أبريل 2022، أنا أعتبر أن دي نقلة نوعية إيجابية في رأيي في النفق المظلم الذي كانت تسير فيه هذه الأزمة اليمنية منذ ما حوالي 8 سنوات منذ اندلاع الحرب في اليمن في 15 أبريل 2015. لماذا؟ أولا يعني أنا لا يعني طبعا الحديث عن تشكيل هذا المجلس القيادي، أولا نشير باختصار شديد لأنه الرئيس المجلس الحالي أو مجلس القيادة الحالي هو الدكتور رشاد العليمي، وهو شخصية معروفة على الساحة اليمنية
ومن الأشخاص المحبوبين في مصر وفي المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية وغيرها. هو أساسا يعني طبعا شخصية متوازنة في تقديري، يعني بحكم علاقتي به شخصيا عندما كنت في صنعاء ثم في عدن ثم في التقيته في مناسبات أخرى. شخصية حكيمة ومتوازنة. هو خريج كلية الشرطة في الكويت، وبعد ذلك درس في كلية الآداب في القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس، وهو من المنتسبين سابقا للحزب الناصري في اليمن. والخلاصة تولى ليه بقى بحكي عن تطوره، لأن ده بيعكس قد إيه إن هو عارف يعني كل ما يعني مشاكل الأزمة اليمنية يعني من البداية exactly. يعني هو تولى مناصب مختلفة في وزارة الداخلية، كان من أهمها مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومرة أخرى كان مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، ثم بعد ذلك تولى وزارة الداخلية اليمنية. الحقيقة هو ثم بعد ذلك عين بقى في مناصب أخرى، وكان آخرها مستشار الرئيس الجمهورية. والحقيقة كان من الشخصيات التي ألجأ إليها وأنا في اليمن في إطار الانفتاح من جانبي على كل الشخصيات ومكونات المجتمع اليمني لحل المشكلات التي تواجهنا هناك في اليمن، خاصة في ضوء الظروف الأمنية القاسية التي كنا نعيش فيها هناك. فالتشكيل بهذا المجلس هذا تشكيل كمرحلة في الأزمة اليمنية، نعم هي في إطار مرحلة فارقة، يعني نعم هي في إطار مرحلة فارقة أنا بعتبرها إيجابية في إطار المرحلة الانتقالية، لأن طبعا هذه المرحلة يعني أهمية هذا المجلس إيه؟ إن الرئيس نفسه هو الذي تتنازل عن سلطاته من تلقاء نفسه حسب ما بيرى من طبقا للدستور اليمني، فهو بيفوض هذا المجلس القيادي الرئاسي كما اسمه السيد الرئيس عبد الرب منصور هادي لهذا المجلس القيادي اللي هو بيتكون من الرئيس الدكتور رشاد العليمي ومعاه 7 أشخاص آخرين، منهم أيضا في عليمي آخر اللي هو آخر واحد الدكتور عبد الله العليمي اللي هو كان عبد الله العليمي بقى وزير جنوب، يعني ده اللي كان مدير مكتب الرئيس هادي في ذلك الوقت. هذه المجموعة الحقيقة الميزة كانت بتختلف عن قبل ذلك، لأنه الرئيس نفسه رشاد العليمي من منطقة تعز، الأخر الأعضاء الأخر الحقيقة هؤلاء من 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 من, من مناطق مختلفة من اليمن، وده كله يعني بيعزز أهمية هذا المجلس. الحقيقة أهمية هذا المجلس أيضا أنه حصل على توافق أكثر من 500 شخصية كانوا مشاركين في الاجتماع الذي عقد في الرياض. نعم. الأهمية الثانية أيضا أنه هذا المجلس القيادي حصل بدعم طبعا لأنه عقد في الرياض بدعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكل هذه الدول أشادت بهذا التحرك، وأشادت أيضا جمهورية مصر العربية بذلك. كما أنه أيضا يعني هذا المجلس كان موضع تقدير ورعاية من ممثل الأمم المتحدة بشأن اليمن، إلى جانب طبعا الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجماعة الأمانة العامة لجماعة الدول العربية وأيضا منظمة التعاون الإسلامي. أنا أعتقد أنه يعني هذا التشكيل في حد ذاته في يعني إيجابي كما قلت، وبندخل في مرحلة انتقالية جديدة، لكن أنا رأيي المهم في هذا الشأن انه يجب ان ننتقل بقى من مرحله يعني الاختلافات القانونيه ولا الرؤى ولا المناطقيه ولا المذهبيه، ونركز على اتخاذ خطوات عمليه. يعني هذا المجلس القيادي يجب ان يركز بقى على عمليه بناء الدوله اليمنيه، وفي هذا الاطار تقديم خدمات للشعب اليمني الذي يعاني كما لمسنا جميعا الازمه الانسانيه القويه او يعني الخطيره منذ يعني أكثر من 8 سنوات. إلى جانب هذا يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه التوقيت مهم لهذا الإعلان، لأن العالم كله كان مشغول تداعيات أزمة كورونا من ناحية، الحرب الروسية في أوكرانيا من ناحية تانية، وما أسميه رقم 3
بالحرب الاقتصادية العالمية. الآن نحن في حرب اقتصادية عالمية وليست حرب عسكرية زي الحرب العالمية الأولى والثانية، لكنها اقتصادية بكل المعايير، بدليل أنه تأثير الأبعاد الاقتصادية للأزمة الأوكرانية الروسية بيأثر على كل بقعة في العالم من ناحية المواد الغذائية والقمح والذرة وغير ذلك، وزي ما شفنا الأسبوع الماضي وقبل ذلك تأثيرها على سوق العملات، تأثيرها على أسواق البورصات، تأثيرها على ارتفاع أسعار الذهب، تأثيرها على موضوع الدولار، مش عارفين يحلوا أزمة المديونية في أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية بسبب ارتفاع، بسبب الكساد التضخمي واللجوء إلى سياسات تقضية خاصة رفع سعر الفايدة. فكل هذه الإثار ليه بنقول هذه الأثار كلها؟ لأن ده معناه إذا إحنا كعرب، يعني بتكلم كعرب في رأيي، إذا لم نهتم بمشاكلنا ما حدش يهتم بيه، لأنه النهاردة الأمن الأوروبي بقى في صدارة أولويات دول حلف الناتو وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. واحنا نتكلم يا دكتور عن اعلان، واحنا نتكلم عن اعلان التحالف العربي عزمه عن افراج عن 163 اسير حوثي، يعني الحوثيين رفضوا في اتفاق الاسرى استقبال عناصرهم، وقالوا ان ده انهم غير معنيين بالاسرى من مقاتلي الميليشيات بزعم انهم غير معروفين بالنسبه لهم. حضرتك بتعلى على ده بايه؟ يعني انا بشوف حضرتك، انا في رايي في حد ذاته لما من واحد ابريل حتى النهارده 9 مايو ارى ان استمرار الهدنه تروس حتى اللي هي المفروض لمده شهرين، فاحنا في الشهر الثاني دلوقتي، اعتقد ان استمرار الهدنه ده في حد ذاته شيء ايجابي. رقم 2 انه موضوع تبادل الاسرى والاختلاف بقى هذا من اين واسمه وما شكل ذلك ليس في رايي ذات أهمية كبرى. المهم أنه في إجراءات بناء ثقة، أحد جوانب إجراءات بناء الثقة أن الحرب وقفة، يعني ما فيش حاجة اسمها وقف إطلاق النار رسميا ناحية القانونية، لكن تسميها هدنة ماشي، نسميها هدنة لحد ما نتفق طرفين ونقول في وقف إطلاق النار شامل، لكن على الأقل في هدنة. 2 في إجراءات بناء ثقة، يعني معناها أن في حديث بيتم عبر الممثل الأمم المتحدة لدى اليمن، فده في حد ذاته شيء إيجابي أن هناك اتصالات ما بين الجانبين، وده في حد ذاته شيء إيجابي. وأنا أعتقد أن المهم في هذه المرحلة هو البناء على هذه الخطوات الإيجابية، to build up، نبني بقى فوقها أكتر ونتحرك للأمام لنصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، إنه وقف بقى العمليات العسكرية من الجانبين سواء من التحالف إلى صنعاء، أو أنه الحوثيين يوجهوا ضربات إلى مراكز اقتصادية أو استراتيجية في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات. هذا شيء غير مقبول لا قانونا ولا شرعا ولا في أي مواثيق دولية، هذا مرفوض تماما. يبقى يتم التوقف عن هذا وفعلا يحزو الجانبان في التحرك الى الامام يعني لتوافقات اكثر، لانه اي حل لازم ان يكون في رايي اولا يمني، دي رقم 1. نمره 2 يجب ان يحظى بتوافقات كبيره من الجانبين، من كل مكونات المجتمع اليمني، من كل القوى السياسيه في اليمن. عندما يكون هناك توافقات شامله معناه انه يبقى في قبول من الجميع وبالتالي يطبق، لكن الأهم كمان من ذلك يجب أن يتم بقى وضع خريطة الطريق لدور الدولة، لأنه عشان يبقى فيه استقرار وفي يعني استابيليتي، فيه استقرار وفي سلام وفي تنمية، يبقى لازم يكون فيه إعادة مؤسسات الدولة إلى طبيعتها في شتى ربوع اليمن. والأهم من هذا أيضا المتصل به اللي هي موضوع زي موضوع المرتبات، اعلم ان المرتبات من فتره طويله متوقفه عن جهات مختلفه كثيره، يبقى لازم يتم البحث هذه الامور. وايضا الخدمات بقى، الصحه، التعليم، المسائل الاجتماعيه، الوضع يعني محاوله ايجاد فرص عمل وما شكل ذلك.
قد يكون من المناسب في رأيي في هذه المرحلة أيضا أن يتم عقد مؤتمر في رأيي الشخصي في شرم الشيخ لإعمار اليمن، لأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات اتفقا على أنهم هيتبرعوا بحوالي 3 مليار دولار. أي. السعودية والإمارات كل واحدة مليار، ومليار تاني زيادة سعود من المملكة العربية السعودية. وأعتقد أنه لو عقدنا مؤتمر في مدينة شرم الشيخ يبقى هاجد قبول، لأنه مصر موضع تقدير من جانب كل الأطراف في اليمن ومن جانب كل الدول العربية والمنظمات الدولية، ومدينة شرم الشيخ مدينة معروفة يعني كمدينة للسلام والمؤتمرات الدولية المهمة، فممكن أن يتم عقد هذا المؤتمر في اليمن تحت عنوان مؤتمر إعمار اليمن. إذا بدأنا في مرحلة إعمار اليمن بس بشكل عملي بقى، لكن مش كل كام مرة يتم عقد اجتماعات ويتم الإعلان عن خطب جميلة والإعلان عن كذا، إعلان فقط دون الكوميتمنت دون الالتزام، لكن يجب أن تكون في إطار مشروعات يعني عينية تنفذ على الأرض. لكن احنا بنتكلم عن دلوقتي عن انهاء الحرب، يعني لازم يكون في هناك اساسا يعني انهاء من الحرب في اليمن. المحللون شايفين انه التحالف قدم كثير من التنازلات لحل حاله هذه الازمه اليمنيه، لكن في المقابل الحوثي بيفشل في كل الخطوات لانهاء هذه الحرب. ما هو يعني انا تقديري انه هذه الحرب ايضا تتأثر بشكل كبير في رأيي الشخصي بالجو الإيجابي اللي أنا شايفه إيجابي فيما يتصل بالبرنامج النووي الإيراني، وأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الدولية المعنية بهذا الاتفاق أعتقد أن هذا سوف يؤثر على الأزمات الإقليمية المعروفة، خاصة اليمن وسوريا وأيضا لبنان وغير ذلك. لكن على الأقل هذه طبعا في أزمات أخرى زي العراق ومشاكل ذلك، لكن أعتقد أنه الروح الإيجابية السائدة أنا شخصيا شايف أنها أيضا يعني أنتجت هذا وهذه الهدنة، يعني ما كانت هذه الهدنة أنها توصل دون أيضا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، ضغط من الأمم المتحدة، يعني هي كلها. وبعدين ليس كل ما قدامنا بنراها على الطبيعة، لأن في أكيد في مفاوضات وفي يعني اتصالات كثيرة لا تعلن، لكن أنا في من واقع متابعتي لهذا أعتقد أن هناك ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأمم المتحدة على إيران وعلى الجانب الحوثي من أجل القبول. وهنا أيضا في رأيي الشخصي حضرتك في اعتبارات مهمة، في دول بتقوم بدور كبير قوي وأنا لمستها، مثلا زي دولة الكويت عملنا مفاوضات هناك استمرت حوالي 5 شهور شاركت فيها مع سفراء من الدول من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا والصين وروسيا، طبعا إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعمان. مفاوضات الكويت دي حضرتك احنا يعني درسنا كل شيء يخص الأزمة اليمنية عسكريا وأمنيا واقتصاد كل كبيرة وصغيرة. لو احنا دلوقتي عاوزين نعمل رود ماب عشان الجيش اللي موجود هناك والأسلحة اللي موجودة في كل حتة دي طيب نجمعها ازاي؟ هنجمعها كل دي حضرتك انا شخصيا درستها، وهنجيب عنه ونحط عند مين واسمه ايه وعايش فين وهو تبع مين في اللي موجوده والميليشيات نفسها بعد كده من افراد الميليشيات زي بيحصل. واللي ساعدنا على هذا ايه؟ انه كانت فرصه ليا مثلا ان انا اشوف بعض النزاعات الدوليه زي النزاع اللي كان في كولومبيا مثلا استمر اكتر من 54 سنه لكن هم حلوه ازاي؟ شفت بقى لما هم حبوا يعملوا بقى الاجريمان اللي احنا حضرتك مهتميه بيه ومهم جدا، ازاي نعمل توافقات على وقف اطلاق النار؟ تمام هنعمل وقف اطلاق النار، طب عملنا وقف اطلاق النار، طب السلاح الموجود ده هنوديه فين؟ وهنجيبه ازاي؟ والسلاح ده مش موجود في العاصمه بس، ده موجود في اماكن مختلفه. وبعدين في ممكن عناصر ارهابيه، في عناصر متطرفه، في عناصر عنيفه. طب هنعمل كلاسيفيكيشن، هنعرف ده من ده ازاي؟ هنفهم ازاي؟ كل ده معمول له
رود ماب وموجود ونقدر نتصرف فيه ونحله عسكريا وامنيا. لو هنعمل مثلا زي بقول لحضرتك المرتبات، طب المرتبات دي هتجيبها ازاي؟ طب دور البنك المركزي ايه؟ طب البنك المركزي اللي موجود في صنعاء ولا البنك المركزي اللي موجود في عدن؟ طب هو لو هيطبع مين اللي هيطبع؟ احنا مره مثلا انا قلت له بيطبع عندنا في مصر، عندنا هنا امكانيات عاليه جدا وضمانات وامن و في بعض الناس راحت بتطبع في موسكو في روسيا. يعني قصدي كل كبيره وصغيره عشان لما نجيب فلوس او دعم من الخارج. طيب الدعم هيوصل لمستحقيه ازاي؟ معمول له رولز حضرتك، قواعد المرتبات من اخر دي كانت مبادره خليجيه؟ دي حضرتك كانت جزء لا كانت مبادره اتعملت في الكويت بجهود من مجموعه من السفراء وايضا كل القوى السياسيه في اليمن، او نقدر نقول كل مكونات المجتمع اليمني اللي هم بعضهم بقى دلوقتي يعني احمد عبيد بن داغر اتعين بعد كده رئيس وزارة، ثم اللي جه معين عبد الملك الحالي كان معانا عضو في لجنه الحوار وكان بيجي يعيش في مصر هنا كتير، اللي هو حاليا رئيس الوزراء. كان في بعض الناس اعضاء مجلس النواب اللي كان بيجوا من اطراف مختلفه، كان في الوزير الخارجيه في ذلك الوقت عبد الملك المخلافي اللي هو كان زعيم التنظيم المصري فتره من فترات وزير خارجيه، وكان معانا احمد عوض بن مبارك اللي هو وزير خارجيه الحالي دلوقتي، كان سفيرهم في واشنطن. يعني قصدي ده كحضرتك كان عباره عن خلاصه افكار العديد من القوى السياسيه اليمنيه في مختلف المجالات، الى جانب في زي ما قلت لحضرتك سفراء وبعض اللي كان معانا مساعد وزير الخارجيه الامريكيه ونائبه مساعد وزير الخارجيه الامريكيه وطبعا السفير الامريكي ماثيو تولر اللي هو حاليا سفير اليمن في العراق، هذا الصديق يكون معايا في اليمن عدة سنوات، وسفير موسكو سفير روسيا الاتحاديه. هؤلاء انا بذكر اسماء ليه؟ لان هؤلاء عندهم خبرات عمليه وواقعيه على الارض، يقدروا يقولوا دلوقتي طيب احنا دلوقتي الان مثلا النهارده ما فيش رئيس وزراء، في رئيس وزراء الحالي اللي هو معين عبد الملك. طيب الناس بتتكلم دلوقتي عن رئيس وزراء جديد مثلا، طب هنجيب مين؟ ممكن نقدر، انا عندي اسماء معينه وفي اوريدي احد منهم الشخصيات اللي يعني المهتمه كلم رئيس المجلس القيادي وسلم عليه بمناسبه عيد الفطر، فالناس قالت لما كلمه بالتليفون يبقى هو عاوز عشان يترشح رئيس وزراء مثلا. وكان في من الافكار السابقه بدل ما يجيبوا رئيس المجلس القيادي هذا كان يقول احنا نعين ثلاث نواب لرئيس الجمهوريه، خلاص كل الخيارات دي انتهت، نجيبنا رئيس قيادي جديد ومقبول وفي توافقات عليه و اللي هم السبعه اللي هم اعضاء المجلس الرئاسي. طب لكن هيبقى في خطوات اخرى اللي هي الوزراء، اهم حاجه الدفاع والداخليه والخارجيه. طيب لو هنجيب وزير خارجيه احمد عوض بن مبارك اللي هو كان سفير في واشنطن مثلا اللي هو حالي، يعني قصدي في عندي كوادر موجوده. معلش انا اسف على المقاطعه، لكن هل حضرتك شايف ست السفير انه المشكله كانت في اختيارات وجود من يقوم بهذه المناصب من لديهم الفكر في قيام الدوله اليمنيه، ام في الصراع اصلا وان وجود الميليشيات وان الحوثيين لا يكفوا عن الحرب وهو في حرب قائمه بالفعل، الاراده بقى في تنفيذ ده او الاليه لتنفيذ ده لايقاف الحرب في مشكله. في قواعد مهمه جدا يعني انا اتعلمتها من خبرتي الدبلوماسيه سواء خلال خدمتي في بروكسل او موسكو او لندن او اديس ابابا او غيرها من الدول الاخرى، انه مبدا حسن النيه في الالتزام بالاتفاقيات الدوليه حسن النيه وبعدين التنفيذ بقى الالتزام. للاسف يعني عملوا اتفاق استوكهولم مثلا قبل كده مثلا وما نفذوش حاجه بالظبط كده، مع ان اتفاق استوكهولم ده كان اقل من هذا، يعني يقول لك ايه هنهتم بموضوع ميناء الحديده وهنهتم بموضوع تعز وهنهتم بصنعاء. طيب صنعاء ما شغلوش الطيارات اللي كانوا عاوزين يشغلوها، كان عاوزين يقول لك نشغل نعمل طيران من صنعاء للقاهره او من اي عاصمه اخرى لاغراض تجاريه او شيء من هذا القبيل، لانه اهم حاجه الاراده يعني حسن النيه زي ما قلت لحضرتك والاراده في التنفيذ، لكن مش انا اقعد يعني انا عقد شريعه الاتحاد. الاتحاد دائما بخارق
وعلاقات الجنين السلمية، ما هو ده اللي أنا بتكلم عليه. هو ضغط بقى أمريكي، هو هناك إرادة يمنية بمنقف، لكن هناك خرق دائما من جانب الحوثي. ومن ثم في رأيي يجب أن يكون هناك، يعني في دولة بتقوم بدور كبير جدا، دولة عمان مثلا مسقط تقوم بالحقيقة بدور يعني منقطع نظير يعني. وطبعا زي قلت قبل كده الكويت، احنا مثلا في رأيي الشخصي نستطيع ان نكون بدور كبير مصر. بحكم علاقتنا الطيبة ومقبولين من كل هذه الأطراف. الولايات المتحدة الحقيقة عليها دور كبير، يعني لأنه لها علاقة بإيران زي احنا عارفين، معروفة أوراق اللعبة زي ما حضرتك بتقولي في إيد إيران فعلا. والمملكة العربية السعودية خطت خطوات والإمارات إيجابية الحقيقة للأمام، ومن ثم يجب أن يكون هناك يعني في نفس الوقت ممارسة جهود مختلفة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب الأمم المتحدة على جماعة أنصار الله الحوثي من أجل التزام فعلا وعملا من أجل يعني تنفيذ يعني إجراءات بناء ثقة، ومن أجل أيضا العقد مشاورات استكمال بقى ما تم في الرياض، أو إذا جاز التعبير مشاورات الرياض، نعمل مؤتمر لقاء اثنين. هم قالوا مش عايزين نروح السعودية عشان أسباب أمنية مثلا. طيب يا أخي ما تيجي تعملها في القاهرة، شرم الشيخ قريبة منك خالص، هتعدي البحر الأحمر سواء من بالنسبة للجانب اليمني وكأنه في السويس، يجي شرم الشيخ لكل القرى اليمنية المختلفة تيجي تعمل اجتماع. يعني لازم هنا الإرادة بقى، الإرادة القوية، إن أنا يبقى فيه حافز للضغط أو جهود من أجل حثهم على الالتزام لوقف إطلاق النار، استمرار بقى في وقف إطلاق النار، لأن الحقيقة كل الأمور ماشية كويس، الالتزام بوقف إطلاق النار، وأيضا الإجراء مشاورات عامة ليمنية يمنية، يعني أركز يمنية يمنية للحفاظ على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعندنا مرجعيات يعني مهمة، وعدم التدخل الدول الأخرى في شؤون اليمن. اكزاكتلي انا بقول لحضرتك عدم التدخل في شؤون الداخلية اليمن. ان يكون الحوار من مبادئه يمني مبنيا على عدم التدخل في شؤون اليمنية واحترام ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن. وايضا وضع بقى خريطة طريق، نسميها بقى مثلا مؤتمر شرم الشيخ الأول لحل الأزمة في اليمن، لما بعد كده نبدأ على طول في نشغل الماكينة الاقتصادية، ان احنا نشجعهم ونعمل مؤتمر لإعمار اليمن والمساعدات الإنسانية ايضا في اليمن من اجل حل هذه الأزمة اليمنية، لان دون ذلك هنستمر في حرف استنزاف. ما يتم الان في اليمن هي حرب استنزاف طويلة الاجل، والشعب اليمني ليس له ناقة ولا جبل في ذلك في رأيي الشخصي بشكل عام، لكن في قوى سياسيه مش عاوز الحرب تنتهي، في ناس بتستفيد من الحرب، في ناس اكيد يعني ايه يعني مش عاوز تستمر حتى 8 سنين، ولو استمرت كمان 8 سنين مفيش طرف في رايي الشخصي هينتشر على الطرف الاخر كامله كومبليتلي امبوسيبل. يبقى الحل ايه؟ الحل يبقى الناس تقعد مع بعضيها، يعني تحكيم العقل، وانه يعملوا خريطه طريق، وعندهم زي ما بقول لحضرتك كل خريطه الطريق السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والامنيه موجوده. عندنا حضرتك، انا بقول دلوقتي ومن قناتي ليل الاخبار بقول عندنا كذا مرجع، على سبيل المثال عندنا مخرجات الحوار الوطني اليمني الاف الاوراق فيها بالتفاصيل الدقيقه سبل الحل ازاي والمقترحات، وكانوا اتفقوا قبل ذلك على هذا، وكان مشوا في اجراءات الدستور عشان يعملوا دستور هذا، وكان خدوا الدكتور احمد عوض مبارك اللي هو كان، وكيف تم عرقلتها، هل تم عرقلتها؟ قبضوا عليه وماشي في الطريق عشان كان رايح يوديه للرئاسه، عشان خلاص ماشيين في الاجراءات، وقاموا واخدينه منه، وبعدين بعد كده قبضوا على الرئيس هادي وكذا، ودخلنا بقى في منعطف تاني. فيعني الكلام ده كله يعني من باب التاريخ بنستذكره عشان نامل الا نعود اليه مره اخرى. اليمن ارض حضاره، وعندهم كفاءات كبيره جدا، وعندهم
خبراء في كل المجالات. يعني يجب ان يعني نعلم ان معظم الطبقه الاقتصاديه القويه في المملكه العربيه السعوديه حضاروها من 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 اليمن، وايضا في مصر وفي منطقه كنزلتون في 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 لندن في المملكه المتحده، معظمهم من اليمن، وفي كاردف في ويلز، كلهم طبقه يمنيه قويه من الاقتصاديين يقدروا يبنوا بلدهم، وانا اعلم جيدا، وموجودين في المانيا وموجودين في معظم الطبقه الاقتصاديه يعني في النمو الاسيويه. النمو الاسيويه اللي هي اللي احنا كلنا بنفخر بيها. الطبقه الاقتصاديه في معظمهم يمنيين، بل تولوا بعض رئاسات الوزراء. حيدر العطاس اللي كان رئيس وزراء اليمن، ابن عمه كان رئيس، كان وزير خارجيه اندونيسيا. يعني لما بندور على لا احنا عندنا الكوادر اليمنيه، احنا لا نشكك في كوادر اي كوادر عربيه، ولكن في النهايه نشجعهم يعني. ظروف يعني نقول خاصة بكل دولة، وزي ما حصل تدخلات خارجية في كل دولة من دول بشكل فردي، هنجد ان الكوادر العربية متميزة في كل مجال من المجالات، لا شك في ذلك. يعني لك كلنا على محاور عادية يجب معالجتها بالنسبة للحد من الاثار الاجتماعية للحرب، اهمال الاسراع بفتح المعابر مثلا، معالجة اثار الحرب في مجال التعليم، الصحة، رعاية تأهيل البنية التحتية وشبكات الحماية والامان الاجتماعية، طبعا المصالحة الاجتماعية وجبر الضرر في وحدة الصف الوطني. حضرتك شايف دوت ازاي؟ طبعا ما عشان كده انا بقول لحضرتك يعني المجلس الرئاسي هذا يعني في حد ذاته شيء ايجابي. انا قلت انه محطة ايجابية ونوعية، لكن انا بسمي هذا ايه بقى؟ كما يقول بقى الدبلوماسيين اللي هم المحترفين، ننتقل من الفكر الى الحركة. انا اشتغل بقى، نبطل كلام. يعني ايه؟ اعمل خدمات للمواطن اليمني. اعمل خدمات حقيقيه. يعني انا اشوف مثلا نعمل رود ماب كده، انا عندي محافظات كذا كذا كذا. طب اقل محافظات تضررا ايه؟ الاول يعني امشي بخطه متوازنه. اليمن دي عندهم 7 مواني كبيره من مواني العالم مثلا. اطور بعض المواني اللي بتساعدني. واهم من هذا افك الحصار اللي عمال حوسي على الحديدة. افك الحصار الموجود على مأرب. شوف مأرب بقالنا 8 سنين ومحاصرنا. الناس يعني هتاكل منين المحاصرين دي؟ يبقى اذا واحد افك الحصار على الموجود. 2 اشوف بقى المواني الموجودة عشان تجيب لي دخل. شغالة بقى في التجارة، يبقى اعمل جزء في التجارة. وبعدين ابدا بقى ادخل جزء في البنية التحتية. التعليم مع الصحة. اعمل خطة يعني بالانسد متوازنه. طب ايه اهميه ان عدم بتحظى بدعم كامل في مجال التنميه والاستقرار وتعيين مجلس القياده الرئاسي باليمن في اول قرار ليه محافظ عدن لمجلس وزير للدوله وعضو في مجلس وزراء اليمن؟ لا يا حضرتك الـ 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 عدن لا شك يعني منطقه من المناطق المهمه، ليس فقط كميناء وكمنطقه سياحيه، لكن منطقة مهمة جدا من ناحية السياحية ومن ناحية الثروات الطبيعية وما شاكل ذلك. طبعا يعني أنا يعني هنا في هذا الإطار لا أود الدخول في إنه في تيارات مختلفة في 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 سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال. لكنها موجود. فأنا بقى لما أخش في مؤتمرات سياسية نوصل في توافقات في الحد الأدنى، لكن ما ادخلش في التقسيمات اللي زي ما انا شخصيا بستبعد التقسيمات المذهبيه على اساس دي يقول لك بقى سني شيعي سلفي مش عارف ايه. لا انا سيبك الله يمسيك بالخير، ابعد عننا الكلام ده دلوقتي، وخلينا نتكلم في الحاجات الاقتصاديه. الناس عاوزه تاكل عيش، الناس هتموت من الازمات الاقتصاديه اللي هم عايشينها. وفي نفس الوقت المشاكل بقى المناطقيه، يعني اليمن كان بيغلب عليها كل شويه يجي حد يقوم جايب المجموعه بتاعته مثلا من الضالع او من مش عارف من منطقه كذا او من الجنوب. مثلا الرئيس اليمني كان من الجنوب، الرئيس عبد الرب منصور هادي، خدت بال حضرتك؟ الرئيس الحالي الحمد لله اللي هو رشاد العليمي من تعز. اوكي يبقى كده تمام، بعدنا عن الشمال وبعدنا عن الجنوب. معظم التيارات اللي جت الحقيقه من اماكن مختلفه، فده كويس، يعني معناه ان هو لم يركز على منطقه دون اخرى.
فده في حد ذاته انا شايفه ايجابي. يبقى اذا احنا برضو احنا بنعمل الخريطه الطريق اخذنا القبليه طبعا يعني نحاول نبعد المناطقيه وايضا يجب ان ناخذ في الاعتبار ان المجتمع اليمني يعني في بعض الناس يعني مش هتفضل هذا. المجتمع اليمني انا رايي الشخصي عندك المجتمع اليمني المجتمع العراقي القبيله لها دور كبير. نروح يمين نروح شمال هو ده الواقع. يعني في الاخر لما بنرجع للقبيله بنرجع للبلد اللي احنا جايين منها كل واحد ما بيأيدش غير اللي جاي من المحافظه بتاعته باللغه المصريه او من المنطقه بتاعته. فاحنا انا رايي الشخصي من اللي انا شفته في عدن انا كنت في صنعاء وبعدين انتقلت الى عدن ومنهم الناس اللي تعينت برضو من قبائل كبيره جدا انا عارف كويس القبائل بتاعته وما زال ليهم ما زال المجتمع اليمني بيعطي اهميه كبيره للقبيله. خدت بال حضرتك؟ فانا ليه اهتم بيهم ايضا يعني اخد في الاعتبار لكن ما يكونش القبيله هي العامل الاساسي لانه ده عمل مشكله ايام علي عبد الله صالح ان هو جه من قبيله معينه وخد بقى كل الناس اللي معاه من هذه القبيله ثم عائله اخرى كان دي عائله معروفه جدا اللي كان منها نائب الرئيس وكان لها دور كبير في السيطره. لا احنا دلوقتي خلي القبيله نحطها في الاعتبار لكن ما تبقاش عامل اساسي فاندمنتال. خلينا نتكلم على مجلس التعاون الخليجي ولو حصل انضمام لهذا المجلس هل ده ممكن يكون تأهيل لليمن من خلال تطوير التعاون والشراكه مع دول المجلس ووصول الى العضويه الكامله في المجلس؟ طبعا يعني موضوع على اساس تدخل بقى دول الخليج العربي في القصه. ما هو يعني احنا عشان يعني الموضوع طبعا يعني ما هو ممكن من الناحيه المبدئيه عندما تكون الجمهوريه العربيه اليمنيه يعني جزء من لا يتجزأ من منظومه مجلس التعاون الخليجي هذا شيء ايجابي في حد ذاته. لكن طبعا ده موضوع بيبقى له شروط معينه واجراءات معينه. فطبعا عشان ما نخشش في اشكال في هذا الشان انضمام لانه هناك بعض الدول الاخرى ايضا التي تود الى الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي سواء من شمال المجلس او من جنوبه لكن شمال قصدي مجلس التعاون الخليجي يعني. ومن ثم انا ارى ان هي يعني اليمن بتعزى باهتمام من مجلس التعاون الخليجي حاليا. نمره اثنين ان هذه المبادره التي تم التوصل اليها طيبه هذه جاءت ايضا بمباركه وبرعايه من مجلس التعاون الخليجي الامانه العامه اللي هو كان بيرأسها السيد عبد اللطيف الزياني ودلوقتي هو وزير خارجيه البحرين. وعينوا سفير جديد برضو نشط لدى مجلس التعاون الخليجي حاليا اللي هو السفير سرحان ممن له خبره ايضا بالموضوعات اليمنيه. فيعني عضويه اليمن مهمه ولكن في رايي هذا موضوع بياخد وقت واجراءات لكن على الاقل في المرحله الحاليه يعني اسمن عاليا دور مجلس التعاون الخليجي في رعايه المفاوضات هذه وفي دعم اليمن لان حتى هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي بتدعم اليمن اقتصاديا فعلا في الوقت الحالي. ولو نظرنا فرادى هنجد هذه الدول ايضا زي المملكه العربيه السعوديه الامارات الدولة الكويت عمان وبعدين الكويت حضرتك وقطر ايضا يعني كل دولة بشكل او باخر لها دور كبير في دعم اليمن. ومن ثم في هذه المرحلة الحالية ندعم الجهود الاقتصادية السياسية الانسانية لمجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن. اما ان يتم الانضمام حاليا مرة واحدة انا اعتقد ان ده هيبقى صعب في رأي الشخص يعني مرة واحدة لان هذا طلب من زمان ومحطوط على القائمة واجد انه في المرحلة الحالية يعني عشان ما نحطش العربية قدام الحصان لا احنا دلوقتي نركز على العمل وبعد كده هي العلاقات هتتطور في حد ذاتها ويبقى ممكن في علاقة يعني خاصة ما بين مجلس التعاون الخليجي اليمن وفقا لما تحدده السلطات في البلدين. لو كلمنا عن يعني العمل مع التحالف العربي
وشركاء دوليين لمكافحة الإرهاب وتأهيل تطوير أجهزة مكافحة الإرهاب ده في اليمن، فضلا عن تأمين الملاحة الدولية وحماية الشواطئ اليمنية ومكافحة التهريب. حضرتك شايف ده ازاي؟ طبعا هذا البعد مهم جدا اللي هي مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وما شكل ذلك، وفي ضوء هذا الاهتمام هناك مجموعة اسمها مجموعة أصدقاء شفراء اليمن أمنيا. أنا شخصيا شاركت فيها عدة اجتماعات، مجموعة في منتهى الأهمية وبتقدم دعم كبير لليمن على الواقع على الطبيعة، يعني خاصة سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية اللوجستية، يعني بيقدموا لليمن المساعدات اللازمة من أجل مكافحة الإرهاب، لأنه اليمن طبعا محطة مهمة جدا فيما يتصل بمكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة القرصنة. ولذلك احنا شفنا بعض الأحداث اللي كانت الإرهابية السابقة اللي كانت متمثلة في الاعتداء على مصالح أمريكية استراتيجية في البحر العربي أو خليج عدن، واخد بال حضرتك، وتم الرد عليها أيضا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم يعني هذا الموضوع مهم وله آلية موجودة فعلا دقيقة بيتم متابعته، ومن ثم فهو بأؤكد لحضرتك أن هذا الموضوع من الأولويات فيما يتصل بالقضية اليمنية والعلاقات ما بين مجلس التعاون الخليجي وبين أطراف دولية مهمة خاصة الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، هولندا. هذه الدول تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الحكومة اليمنية خاصة فيما يتصل في وطبعا في مع مصر أيضا. يعني أنا شاركت في هذا الأمور بشكل عملي خاصة فيما يتصل بمكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية. يعني احنا لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الى ان نتوجه بشكر لسيادة السفير الدكتور يوسف احمد شرقاوي سفير مصر لدى اليمن سابقا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، ونشكركم مشاهدينا الاعزاء، بكره ان شاء الله حوار اليوم، فالى اللقاء.